السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم من مكان رائع في أماكننا في المملكة في رجال المع بالذات. والحقيقة اليوم رحت الصباح أشتري فطور، رأيت منظر معين في مطعم يمني آلمني كثير. قعدت أتحسس وجوه العاملين، دخلت عند الطباخ، عند الخباز، عند الغسال، عند كذا، كنت أتأمل وجوههم وأنا ساكت. واللي تشوف فيه كآبة، واللي تشوف فيه كبير في السن عمره 60-70 سنة وجالس يشتغل بدل ما يكون مرتاح، وعنده سكر وعنده ضغط وعنده مدري إيش، وأجسامهم سمينة شوي، يعني من الأكلات الغير الصحية الموجودة في البلد، الخبز والرز والأشياء هذه جعلت منهم أجسامهم بدينة ومليئة بأمراض السكر والضغط. طيب، ما ينطبق عليهم ينطبق على كل من في الحياة. اللي أبغى أوصلهم الرسالة إن هؤلاء يعملون 7 أيام في الأسبوع، من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 في الليل، إجازة ما في حتى يوم الجمعة. أنا جيت اليوم جمعة وهم شغالين. ضع نفسك مكانهم، تشتغل 7 أيام كل يوم من 6 حتى الساعة 12 الشمس ما تشوفها، داخل مطعم شغال، وهذا يتكلم عليك وهذا يسبك، وأنت كبير في السن عمرك 70-80 سنة وقاعد تشتغل وقاعد تخدم في كل الأمراض، سكر وضغط وكوليسترول، بل مكتئب اكتئاب وعندك وسواس قهري، وتشتغل غصبا عنك من أجل لقمة العيش أولادك اللي ينتظرونك في بلاد ثانية وبراتب 1000 ولا 1500. كيف يكون حالك؟ ضع نفسك مكانه. بس أنا الحمد لله وصلت مرحلة الانفكاك، يعني لا عندي وظيفة، عندي راتب تقاعدي، كل يوم أتمشى في مكان، كل يوم أشوف الشمس، أعمل أعمال أهواها أحبها، حتى لو صارت الليل على شيء أحبه ما أبغى منه مال. لكن هم لا، وصل عمره 60-70 وباقي يشتغل ويخدم، ويمكن كورونا سببت لنا مشكلة ضخمة 7 شهور أو 6 شهور الماضية، جلسنا في البيوت بعيد عن الشمس، تأثرنا بأمراض الاكتئاب، بنقص فيتامين د، عدم تعرض للشمس. الاكتئاب يؤسس لأمراض كثيرة جدا، منها الوسواس القهري، ومنها أمراض نفسية وأمراض اجتماعية وكآبة وأشياء. ممكن لنحن معنا فلوس نقدر نتعالج، لكن هم يظلون بتلك الأمراض بذلك القهر، ولا أحد يتحمل أحد. الرجل ما يتحمل زوجته مع أن عندها بعد مشاكل كورونا أشياء ما تتخيلونها، الولد ما يتحمل أبوه، 2 في الشارع عشان ضيق على الثاني نزل ضربه ولا قتله. يجب وجوبا أن نتحمل بعضنا البعض بعد هذه المشاكل. الكل، لا أقول الكل، 70% عندهم الآن أمراض نفسية واكتئاب بسبب عدم تعرض للشمس، وبسبب عاداتنا الغذائية، وبسبب أكلنا غير الصحي، وبسبب عدم تعرض للشمس، وعدم ممارسة الرياضة في الأماكن المشمسة. إذن ترتبت مجموعة من الأشياء سببت لنا قضايا لها أول ما لها آخر في النفسية. بناء عليه يجب أن نتحمل بعضنا. يا أخي تكلم عليك هذا، خذها عند الله، اعف العافي زين، اصبر عليه شوي، خل الحياة تستقيم. إن لم نتحمل نحن فمن يتحمل؟ أتتوقع من مراهق أن يتحمل، ولا من امرأة أن تتحمل؟ يجب أن نكون قدوات المجتمع، نحن قادة المجتمع، نحن أمة رسالة، نحن أهل دين، يجب أن نتحمل. حتى لو غلط عليك واحد، خذ نفسا عميقا لمدة 10 ثواني وبعدها شوف ماذا ستقول. أنا والله أرحمتهم وضعهم في المطعم اليوم، وأرحم النساء والضغط اللي عليهم، وأرحمها لما تكون حزينة في البيت وتلاقيها عصبية وشديدة على زوجها وعولادها بسبب الأمراض النفسية اللي عندها، وبسبب الاكتئاب، وبسبب المشاكل الكبيرة جدا. يا أخي أعطهم فرص، أنا أقول لكم أعطي فرص، خذهم طلعهم مشهم، خلهم يتبطحهم في الشمس، أعطهم فيتامين د كل 3 شهور في السنة، أعطهم B12 كل يوم، أعطهم أوميجا 3، أرفع معنوياتهم، خلي البيت يكون مبسوط وسعيد، خلهم مبتسم على طول، عالج مشاكلهم النفسية. نحمد الله الذي أعزنا، قبل 60 سنة ما كان عندنا هذه العزة إلا بالإسلام. أصبحنا الآن تمشى ونطلع أسياد العالم، نروح أي مكان، نروح نتمشى، حياتنا كلها لعب ولهو، ما عندنا شيء، ما عندنا أي شيء إلا بس نلعب ونلهو ونتمشى. لكن في الحق إن شاء الله بالإسلام ما رحنا نغير مبادئنا. فأنا أقول خلونا نتحمل بعض، خلونا نتحمل نساءنا، خلونا نتحمل أطفالنا، خلونا نتحمل أولادنا، خلونا نتحمل الوضع اللي حنا فيه الآن، وخلونا نكون قدوات، وخلونا نكون صبورين، وارحموا أهل المطاعم، وارحموا العمال، وارحم أعطى هذا 5-10، ابتسم في وجهه يا أخي، يقابل 1000 واحد غيرك يتكلم عليه ويسبه. أحببت أقول هذا النصيحة، وشكرا لكم، محبكم أحمد بدوي.